فيتوريا واضح جدا جدا هو غير ملم بامكانيات اللعيبه، هو مش عارف واحنا يعني شغالين يعني. لا معلش لينا هنا واقفه يعني والله. ايه مش ملم بامكانيات اللعيبه اللي هم اللي اختاروا على اساس لا لا والله ابدا، والله ما ملم خالص، ولا عنده اي فكر مين يصلح لايه، ولا عنده اي فكر لو انا النهارده حبيت استغل لاعب في غير مركزه اعمل بيه ايه، والله ما يعرف. لا يعني هو جاي فيزيتور يعني، هو مش المدير الفني راجل المسؤول. ده راجل كان شغال في الخليج وشغال على انديه كلاس معين قوي قوي، راجل مش بتاع كحرطه من الاخر، رجل لا يصلح للتدريب في افريقيا. افريقيا دي عايزه واحد، انا اسف يعني مدردح، عايزه واحد بتاع شقه، واحد بتاع تعب. ده راجل بس مجرد ان هو عرق يعني، اسف اللفظ يعني، واقف على الخط عرق شويه بدا يجيب القصه يمين وقصه شمال وخاف قوي قوي على منظره. لا انت 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 مش في المكان المناسب، دي مش شغلانتك يعني، اقصد كمدير فني منتخب مصر سي في كويس في حاجات تانية، اوكي فاين اشتغل في حاجات التانية، انما انت في الكوره في افريقيا ومع منتخب مصر ومع الجيل ده ومع طبيعه التارجتس والاهداف اللي احنا عايزينها، لا لا خالص فيتوريا لا يصلح. يعني دي بقى مشكله اداريه، يعني دي من اول مشكله اداريه طبعاً اللي اختار فيتوريا. اه طبعا طبعا من الاختيار. وبس برضو عشان اجاوب على السؤال اللي انت قلتيه برضو في حته، انا طبعا اختلف تماما مع اي حد يقول ايه اصل توقيع ابو جبل للاهلي اصل ايه يا جماعه، الكلام ده ده كلام غير 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 محترف وكلام غير منطقي وكلام غير عقلاني، مفيش الكلام ده خالص. طب ما النادي الاهلي مضى مع جده في 2010 في نهايه البطوله، وبعد البطوله راح الاهلي من الاتحاد السكندري وخد هداف البطوله ومصر كسبت غير، ملهاش دعوه كان ملوش دعوه اصلا، هو اصلا ما بيمضيش الناس يعني، والعقد يعني الاهلي هيبعته بالفاكس عشان هو يمضي، مفيش الكلام ده. الايميل دلوقتي ما بقاش فيه ولا ايميل خالص، هو الموضوع اصلا الموضوع مش بيستاهل كل ده اصلا، ملوش اي علاقه، هو احنا بنتكلم في ايه ده حاجه ثانيه ولا دقيقه، مفيش الكلام ده ولا التركيز ولا مفيش الكلام ده خالص.